لا عن جد انا اليوم مش مصدق. بنتين نوميني؟ لا بنتين نوميني وحده بدت. اكيد عم تمزح. سكينة رنا مش انتو النوميني هلا؟ خبريني الشعور. شعوري مشاككة. ليه؟ شعوري النيابي فجع وجهك. والله ليه؟ والله. ليك طيب شو شعورك انه انت مع صديقتك الحميمة؟ اصعب حاجة في الدنيا. بتحب اسنانك كتير؟ تبي افك لك اسنانك؟ رنا بحبك قوي، بموت فيكي وان شاء الله ما تطلعي اليوم. انا كمان بموت فيك يا سكينة والله، وان شاء الله انت ما تطلعي اليوم. ان شاء الله ان شاء الله. وبشبه لك وتشبه لي بحب الخير وطيبة القصد، ما حدش فينا مختار حد، انا وانت حكايتنا. عمتي وبحتك لك وتحتاج لي، احلى غنيه عن جد فرنسي مصري. وانا اول مره رح اغني عربي ومصري كمان، رح احس حالي انه مصري عن جد. مستحيل، انا اصلا مش متخيله الاكاديمي من غير رنا، مش متخيله الاكاديمي من غير سكو. واذا فليت واحده فيهم فانا يمكن اتبع الاسبوع الجاي يمكن اللي بعده. اصلا الحلو دلوقتي في الموضوع انه يعني اللي بيفلوا اكيد هنشوف بعض عن قريب، مش زي اللي فلوا زمان بنفضل نستنى كتير شهر شهرين. نو دلوقتي خلاص هانت هانت. وكلنا فيناليست على فكره، اللي ياخذ اللقب او الثلاثه الفينال او الخمسه وعبودي السته كلنا بنعتبر حالنا دي فيناليست عن جد. اللي ثلاث اربع اجماع بصلي تتفل بنت رح ارتاح. حرام بدها تفل بنت اليوم معنا. بدها تفل بنت معنا اليوم، حرام. يا ريت انا افلوا اني ما يفلوا، يعني كثير زعلان والله. وسكينة انت عن جد ان شاء الله ما تفلي، ورنا ان شاء الله ما تفل. عن جد بدي فقع له راسهم. النهارده في حد من البنات هيمشي. سالني اذا غنى حلو، قلت له غنيت فظيع 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 فظيع، الا كلمه واحده فلتت منه، بس عادي احنا كلنا خلبطنا النهارده يعني مش مشكله. الاسبوع الجاي ولد بفل واثنين بنات بالفاينل. لا بجد احنا مش مبسوطين وزعلانين بجد، وانا بالذات زعلان يعني. رنا وسكينة الاثنين بحبهم وما ينفعش حد فيهم يمشي، بس يعني اللي بيقول ان انا فرحان بيبقى بيكذب.